كالعادة أولا نشكركم على الوجود ديالكم معنا اليوم والاحتفال معنا بالمرأة، وهنا مجموعة ديال النساء معنا. كيفما كتعرفوا هذا اليوم إلا هو باش يذكرنا بالمسار المستمر باش نوصلوا للمساواة ما بين الرجل والمرأة. وبالطبع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بطريقتها بغات تحتفل بهذا العيد اللي عنده رمزية مهمة بالنسبة للمجال الثقافي، بالنسبة لمجال الشباب وكذلك التواصل. وبالطبع اللي غتشوفوا اليوم هما يعني مبدعات، هما بعض ديال الخدمات او العمل الفني اللي قدموه النساء، البعض منهم وتعجبناهم كذلك اطر ديال قطاع الشباب او الثقافه. وان شاء الله باذن الله المهم ليس فقط يربحوا هذا يعني يكونوا معنا اليوم، المهم كذلك هي الاستمراريه في المجال الفني والمجال الثقافي باش نبينوا انا ذاك الدور اللي كتلعبوا المراه في هذا المجال. جيسبر كو هاد الشيء اللي درنا اليوم غيعجبكم، لان احنا غنستمروا معاهم باش نحاولوا نقويوا الحضور ديال النساء في هذه المجالات او في هذه القطاعات الثلاث. وان شاء الله باذن الله السنه المقبله غنحاولوا نتمنوا هذه الدوره الاولى ويكون كذلك. لان علاش كنقول لكم هادشي؟ لان الفن هو عنده واحد الدور مهم جدا، يعني كيخلق او كيعطي الفرصه للنساء باش يخرجوا كاع القدرات اللي عندهم في المجال الثقافي والمجال الفني. فجيسبر كو هادشي غيعجبكم وغيكون استمراريه في هذه المجالات المتساويه والكامله للمراه في الحياه المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، والقضاء على جميع اشكال التمييز ليست اهدافا ذات اولويه لبلدنا في الحسم. الفنانة سمية عبد العزيز. سعيد جدا اليوم بحضور ديالي في هذه المناسبه الرائعه اللي هي الاحتفاء بعيد المراه. فاكيد وراء كل رجل عظيم امراه، فكنهني كل نساء العالم خصوصا المغربيات لان هما سبب الوجود ديالنا حنا المغاربه. لاف يو. انا شريت لراسي قدمت لها نفسي هديه، شريت لها واحد اللعيبه بيني وبينها واحد بارفان وصافي. حسيت براسي فرحانه بزاف حيت هذه الموهبه ديالي وكنديرها من شحال هادي، وهاد النهار حققت بحال اللي نقولوا حلم، حيت كلشي اعترف بهادشي اللي كندير وفرحت بزاف.